تنفذوا الوقفه الاحتجاجيه في هذا المستشفى، مستشفى مولاي يوسف اللي مختص في الامراض الصدريه ومرضى داء السول. لكن لماذا هذه الوقفه احتجاجيه؟ لان هذا المدير ديال هذا المستشفى داير بزاف ديال التجاوزات خاصه مع الموظفين ومع الشغيله بهذه المؤسسه. هذه المؤسسة غادروها أطباء، غادروها متصرفين، غادروها ممرضين، غادروها تقنيين بسبب هذا المدير هذا. مديرية المركز الاستشفائي خبرنا بهذا الموضوع ما تفعلتش معاه، لكن هذا المدير تمادى بزاف وخلق مشاكل للموظفين في التقييم ديالهم، في ينتقموا منهم، دير واحد المجموعة ديالو تشتغل معاه تضرب شي بشي. هذا المدير دار واحد الخطأ جسيم أنه فرض الأداء على المرضى ديال السول وتدخلنا بقوة، وتم السحب ديال هذا القرار هذا من طرف وزير الصحة السابق. هذا الخطأ جسيم تبين اللي دار هذا المدير اللي هو تيقول تيعالج مرضى داء السول وفرض عليهم الأداء بدون موجب حق واستخلص أموال بدون موجب حق. هذا المدير ما باغيش يتعلم الإدارة، الوحيد اللي ما باغيش يتعلم الاداره. شحال هو في هذا السبيطار هذا ما باغيش يفهم بان الموارد البشريه راه ركيزه وعنصر اساسي من اجل تحقيق جميع البرامج والسياسات الصحيه. هذا المدير اوت، لان الوزاره دابا بالدعامات اللي عندها هي تاهيل الموارد البشريه، هذا تيضرب في الموارد البشريه وما بغاش يتراجع على هذه القرارات وهذا الاسلوب ديال المتجاوز المتقادم بعيد كل البعد على التسيير وعلى الحكمه الجيده. وحنا اليوم غنفذوا هذه الوقفه احتجاجيه انذاريه، من بعد غادي نعنوا على اضرابات على صعيد مديريه المركز الاستشفائي لان هي اللي تتحمل المسؤوليه الاولى، لان هذا المدير هذا ما خصوش يبقى مدير في هذه المؤسسه. لماذا؟ لان استخلص اموال بدون موجب حق من مرضى السول. هذا المدير جميع الموظفين غادروا هذه المؤسسه، هذا مؤشر تيدل على انه فاشل. حنا اليوم غنديروا واحد الوقفه احتجاجيه على المردوديه ديال المنحه السنويه اللي كانت مردوديه جد 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 هزيله بالنسبه للناس الموظفين. انا كنهضر كشخص انا خدام في هذا المستشفى، العام كامل خدمنا تنجي وكأي الناس اللي خدامين وهذا، وفي الاخير كنلقاو بان النقط ديال المردوديه ديال المنحه بانها مردوديه غير قابله للنظر فيها. ولهذا حنا الان في مستشفى مولاي يوسف غندير واحد الوقفه احتجاجيه سندا مع الناس اللي موظفين هنايا، باش نشوفوا شكون هاد الناس اللي كيعطيو هاد النقاط للموظفين والناس كيستحقوا هاد المردوديه. واصلا الناس اغلبيه ديال هنا اللي في مستشفى مولاي يوسف غادروا هاد المستشفى نظرا للتعسفات، نظرا للضغوطات، نظرا لبزاف ديال الحوايج. والان ان شاء الله حنا راه غادي نديروا واحد الوقفه باش نشوفوا شنو كاين ان شاء الله. المشاكل اللي كنواجهوها مع هنايا في هذا المستشفى هو خاصه من طرف مدير هذه المؤسسه، لانه كيدير لنا التفريقه وعزيز عليه اللي وصل ليه الهضره، وكل عام في البريم ديما تيعطي الناس اللي ما تيجيبوش ليه الاخبار وما تيوصلوش ليه الهضره تيعطيهم نقط تحت المعدل. الناس اللي كيوصلوا ليه هذا العام كاين واحد ما عمرو خدم اعطاه احسن مني انايا، انا عطاني 9.5 هو عطاه 10، هو هذاك السيد بفمه تيقول لك انا ما تندير والو. وزياده على هذا كيقمع الحريه النقابيه، لان اي واحد دار شي نقابه تيقمعوه وتيصنفوه في لا ليست نوار.